على ابن الشيخ في على على على, على هامش او لنقل داخل في هذا الاجتماع ما تسرب من الاجتماع ان رئيس الاتحاديه ايضا اتكلم في لوكيسيون تاعو, اتكلم مع النوادي واتكلم على المدربين يعني, وتكلم وقال بانه عليكم للرؤساء النوادي والممثلين اللي كانوا حاضرين عليكم ان تختاروا جيدا المدربين, المدربين اللي يقودوا الفرق تاعكم باش ما تخسروش اموال كثيره فيما بعد. اتكلم ايضا على مدربين اجانب اللي قال هما ما يحققوا نتائج ايجابيه عكس المدربين الجزائريين, وكان في حديث ايضا يقال انه الذي تحدث في هذا الاجتماع هو او الوحيد حسب المعلومات اللي عندي سي محمد سيد محمد زرواطي رئيس شبيبه الثوره الذي قال بالحرف الواحد وش بهم المدربين الجزائريين, انا مع الاطار الجزائري والمدرب الجزائري هو اللي حقق اكبر النتائج للكره الجزائريه, وبدليل ايضا ما يصنعه جمال بلماضي اللي يبقى مدرب جزائري, خاصه انه بين قوسين الاتحاديه فيما سبق جلبت مدربين لحد الان لا نعرف فحوى العقد وهل تمت او تم تسويه ملف الكراز ليبقى يعترف رئيس الاتحاديه انه سيت اون ايرور دو كاستينغ, قال اخطات في الكراز اللي هو مدرب اجنبي. ايضا نادي بارادو اللي كان يتراس خوزي مانويل نوغيس اللي كان في نادي بارادو ايضا لم يوفق, كان خوزي مانويل نوغيس نوغيس السابق المدرب السابق وحتى المدرب الحالي تشالو الذي سيغادر مع نهايه هذا الموسم, وسيتم الاستنجاد بمدرب اخر اجنبي اللي هو كرواتي الجنسيه. مزيان خليت لي شويه على كلكو انفورماسيون بيان سور لان راك تكلمت عليهم ديجا انت. انا نحيي الزرواطي على الشجاعه تاعو لان توجور هو اللي راه يتكلم والاخرين ساكتين واش عليه؟ كاين اللي ما حضروش؟ لا نتكلموا على اللي حضروا, حنا نهضروا على المود على الحي انت تجبد لي المود, نهضروا على اللي حضروا ما تجبدليش اللي ما حضروش, اللي حضروا واللي ما حضرش بعد ديالو يحضر. ممكن لانه هو الرئيس الوحيد اللي كان حاضر, البقيه كانوا ممثلين امين عام مدير لا عام. لا 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 انا مانيش نبرأ في الناس, انا نقول لك في الوضعيه ممكن. فريق تاعو يا اخي العزيز عبد القادر خويا كي تكون سوا ديزون فلايرارشي في فريق, انا ما نزيدش نقول بريزيدان ولو نغلط خطرات نعاود نقولها, وتبعت ممثل تاعك اللي بعت ممثل تاعك يقوم بنفس الدور. يعطيك الصحة, انا علاش نبعت لياو يخدم معايا؟ نقول له روح قعد سيني بلي حضرت وعاود رجع. ركونا على كل حال مستوى حابط, ولكن سجعة الا الزرواطي خاطرش نابورت كي بوفي ريبوندر, ولكن هاد الامور لان مساعدتهم على هذيك كاين بزاف ما يتكلموش, ونحييوه على كل حال سي زرواطي.